عسلام. نعرف اللي انت طويك لاهي تسكرولي على روحك في الفيسبوك وما في بالكش اللي الكوكب متاعنا اليوم يواجه مشاكل كبيرة على فقر، على هم، على تلوث، على السخط على راسك. اليوم الكوكب متاعنا أطلق صرخة فزع، وحتى حد ما حب يتحرك على خاطر مش ليجي ينجم يحل المشاكل هذه الكل. من حسن حظك يا كوكب الأرض سي فؤاد الباجي موش ليجي، هذاك علاش الرئيس المقدام تقدم بادرة وجمع ثلة من خير ما أنجبت تونس باش نحاولوا مع بعضنا نحلوا المشاكل هذه. شقيف رئيس فرقة مكافحة الإجرام، فتحي فخفيخ وزير المالية، ثريا أخصائية في التجميل، وبكون عميد الويبس في تونس، والباجي ملك الإلكترونيك. ولكن مهما نحاولوا نصلحوا ومهما نحاولوا نجيبوا حلول، اذا كانكم ما كنتمش معانا راهو معانا وين نوصلوا. هذاك علاش نحب الناس الكل تكون يد واحده معانا، نحب الناس الكل تكون حاضره في ستريم جيلي فيش نهار الاربعاء الجاي نوافق 5 فيفري 8 متاع الليل. كونوا معانا والله هو اللي يوفق.